بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نتكلم بقى على التست اوف هايبوثيس لتو سامبلز يعني عينتين العينتين برضو هناخد تو مينز يعني متوسطين وهناخد تو بروبورشنز او نسبتين تعالوا نشوف الاول المتوسطين برضو هنتكلم على تو تيل تيست ما عندناش وان تيل اطلاقا اهي هشوف حتى اتش او ميو 1 ايكوال ميو 2 اتش 1 ميو 1 نوت ايكوال ميو 2 يعني دي عمرها ما تتغير نوت ايكوال عارف لو كنا بنتكلم على وان تيل كنت اخليها جريتر دان او ليد دان لكن هي دائما وابدا هتبقى نوت ايكوال يعني ايه نوت ايكوال يعني في اتجاهين تقبل ان تكون اكبر وتقبل ان تكون اقل الالفا زي ما اتفقنا وان يا 5 يا تن. يا واحد يا خمسة يا عشرة الوان دي مكمل ال 99% اللي هي الكونفدنس ليفل او الكونفدنس ليفل يبقى خمسة وتسعين في المية يبقى المكمل بتاعه الالفا خمسة في المية او 90% او تسعين في المية يبقى المكمل عشرة في المية واذا لم يذكر يبقى خمسة برضو زي ما اتفقنا طيب to the test calculate z x1 bar minus x2 bar divided root sigma 1 squared divided n1 plus sigma 2 squared divided n2 make your calculation ده الخطوة الرابعة خد بالك ما, بنطبقش في نفس الخطوة الكريتيريا نفس الكلام اكسبتنس اريا في النص وعلى الاطراف ريجكشن اريا وحدود المنطقة بتاعة الاكسبتنس اريا نيجاتيف 1.65 وبلس 1.65 نيجاتيف 1.96 1.96 negative 2.58 2.58 التلات أرقام <applause> دول خلاص بقى احنا حفظناهم، وبعدين تعالوا ناخد القرار، والله لو وقعت الكالكوليتر زد في الاكسبتنس acceptance area، accept HO ريجكت reject H1. لو وقعت في rejection area، accept H1 و reject HO، نشوف اكزامبل. عندي عينة أو سامبل فيها 50 students من English section بينت لي إن المين اللي هو X1 bar 63 وبينت لي إن standard ديفيشن اللي هي السيجما إيكوال 10 طيب عندي عينة تانية سامبل تانية من 100 students يبقى ال N2 100 من Arabic section المين 67 يبقى X2 بار 67 والسيجما 30 السيجما 2 بقى والالفا 5% يبقى انا اول مره نتكلم على تو سامبلز وطالما مديلك الاكس المين والسيجما يبقى مع منطقي ان احنا بنتكلم في تو مينز طبعا اهي الداتا عندنا ان 1 ايكوال 50 x1 بار ايكوال 63 سيجما 1 10 إن 200 x إكس 2 bar ب 67 sigma 2 بـ 30 steps number 1 HO ميو 1 equal ميو 2 أو ميو 1 نوت equal ميو 2 لو هنتكلم في الـ H1 أو ممكن نكتبها بصورة تانية ميو 1 ماينس ميو 2 equal 0 يبقى ميو 1 ماينس ميو 2 نوت equal 0 خلينا في دي أو في دي اللي يعجبك الالفا 5% او 1% او 10% ما خلاص احنا عارفين بقى لكن هي دلوقتي انا قايل لك 5 ولو ما قلت لكش تبقى 5 ديفاين ذا تيست واضح انها 2 مينز رحت كاتب الفورمولا زد سي ايكوال 1 بار ماينس اكس 2 بار ديفايدد روت سيجما 1 سكوير ديفايدد ان 1 بلس سيجما 2 سكوير على ان 2 سيجما 2 سكوير تعالوا نعمل حسابات ZC سي 63 minus 67 divided السيجما واكتب 10 سكوير divided 50 plus سيجما 2 اكتب 30 سكوير divided 100 يطلع نيجاتيف 1.21 الكريتيريا احنا عندنا 95% او الالفا 5% يقابلها 1.96

واضح طبعاً إن negative 1.21 تقع between negative 1.96 و 1.96 يعني في منطقة الاكسبتنس acceptance. تعالى نعمل قرارنا وطالما negative 1.21 uh, in acceptance area accept HO او reject H1. ودي اكسرسايز. نتكلم بقى على التو two proportion اللي هي النسبتين بقى نفس القصة بس هنا الفورم هتاخدها من ساعة ما بدأنا تيستو اوف ال الستبس لا تتغير كل تغيرات بسيطة جدا اللي بتتغير بصفة أساسية هي الفورم نفسها HO ال B1 equal B2 H1 B1 not equal B2 الالفا 1 و 5 و 10 و قلتش يبقى 5 ذا تيست Z Calculated Z Equal b1 بار Minus b2 بار Divided Root b بار c 1 minus b بار c Time 1 over n1 Plus 1 over n2 تقول لي إيه هي البي بار دي اللي هي اكس على n ما إحنا خدناها قبل كده في البروبورشن لوحدة، بس طالما ب1 يبقى إكس1 على إن1، ب2 بار بتساوي إيه؟ إكس2 ديفايدد إن2، ما إحنا اتفقنا برضو إن إيه هي الـ هنا البار، أو سع... لو عاوز تسميها هات بي هات مفيش مشكلة، العدد اللي بيتمتعوا بالخاصية على الـ ، على السامبل سايز أو على حجم العيانة، طيب. البي بار سي اللي هي الكومباينيشن بقى بتاعه البروبورشن يعني ايه البروبورشن دي ممكن اعمل لها زي ما تقول حاجه موحده او ميكست دي بتساوي ايه x1 plus x2 divided n1 plus n2 or n1 b1 bar plus n2 b2 bar divided n1 plus n2 سواء استخدمت ده او ده تؤدي نفس النتيجة اوعى تنسى ان احنا ما بنحسبش في الـ في الـ في الثيرد ستيب بنحسب في الفورث ستيب ثم الكريتيريا الاكسبتنس اريا في النص وريجكشن اريا على الاطراف برضه نفس الثلاث ارقام خلاص احنا عرفناهم بقى بس انا برضه حدهم لك جيفن نيجاتيف بوزيتيف 1.65 نيجاتيف بوزيتيف 1.96 نيجاتيف بوزيتيف 2.58 تعال ناخد الـ decision بتاعنا في ايه e. انها Calculated الزد ان اكسبتنس اريا يبقى اكسبت اتش او ريجكت اتش 1 وقعت في ال-Rejection اريا يبقى نعمل العكس اكسبت اتش 1 اند ريجكت اتش او تعالوا نشوف اكزامل انا عندي هنا عاوز اشوف الفرق ما بين تو بروبوشن في ناس بتدخن من الرجاله ومن الستات من وومن الاولانيه انا هاخد سامبلز من بـ 280 من and 220 من وومن يعني هاخد 280 من الرجاله و220 من الستات الريزلت بينت لي ايه بينت لي ان 84 من الرجاله بيدخنوا و55 من الستات بيدخنوا طب انا عاوز اعمل التيست ده ليه ل 10% يبقى الالفا ب 10% انا عندي ان 1 ب 280 اكس 1 منهم بكام واحد بيدخنوا لقيتهم 84 طب نقدر نجيب الـ الـ النسبة بتاعتهم بالمرة يبقى B1 بار اللي عاوز يقول B1 هات ماشي X1 divided N1 84 divided 280 0.3 العينة التانية N2 220 X2 كانت 55 دول العدد اللي بيدخنوا من الستات يبقى B2 بار equal X2 divided N2 اللي عاوز يسميها B بار uh, B hat 2 أنا موافق يبقى 55 divided 220 0.25 طب ما تيجي ناخد بقى اللي هو الماكس دي معاهم بالمرة نجيب البي بار سي اللي هي بناخد x1 و x2 فوق في الدنمينيتر وتحت n1 بلس n2 طب انا عندي 84 بلس 55 فوق في الدنمينيتر وعندي 280 بلس 220 تحت في الدنمينيتر هيطلع 0.278 أو طبعا افرض حد عاوز يستخدم الفورمولا التانية بتاعة البي بار سي ايه المشكلة؟ n1 b1 بار plus n2 b2 بار divided n1 plus n2 اهي 280 تايم طيب 0.3 plus 220 تايم طيب 0.25 divided 280 plus 220 المهم في الآخر هتطلع 0.278 تعالوا نشوف الستبس احنا جهزنا البي 1 بار والبي 2 بار والبي سي بار قبل ما نبدا عشان احنا هنستخدمهم لما نيجي نعمل الـ ال نعمل التطبيق بتاع القانون نفسه ال H 1 ايكوال B2 ال 1 B1 نوت ايكوال B2 أو برضو اللي عاوز يعملها بشكل ديفرنس أنا موافق B1 B2 ايكوال 0 و B1 B2 نوت ايكوال 0 هي هي الالفا 10% ما احنا قلنا يا 1 يا 5 يا 10 هنا انا قايلها لك انها 10 الخطوه الثالثه تو proportion يبقى زد سي ايكوال بي 1 بار ماينص بي 2 بار ديفايدد روت بي بار سي في 1 ماينص بي بار سي تايم 1 اوفر ان 1 بلس 1 اوفر ان 2 شوف بقى لما نيجي نطبق هنحنا يعني جايبين كل حاجة قبل ما نبدأ التطبيق الستبس بتاعها اهي تعالى كده نشوف B1 بار 0.3 B2 بار 0.25 divided ال B بار C احنا جايبينها 0.278 1 minus B bar C 0.278 time 1 over 280 plus 1 over 220 لما نخلص ده هيطلع 1.24 تعالوا نشوف الكريتيريا الألفا 10% والconfidence level 90% وإحنا عارفين إن الزد بتاعتهم 1.65 تعالوا نحط حدود المنطقة negative 1.65 وpositive 1.65 دي الاكسبتنس area وعلى الأطراف rejection area تعالوا نشوف 1.24 تقع فين هل هي قبل نيجاتيف 1.65 ولا هي بعد 1.65 في الحالتين تبقى ريجكشن اري ولكن هي هتلاقي 1.24 تقع بين نيجاتيف 1.65 و 1.65 يبقى طالما وعد بينهم يعني في الاكسبتنس اريا معنى كده ان احنا اكسبت اتش او وريجكت h 1 ودي exercise على التست فايبوثيسيس بتاعت التوبرو